عربية وتاج حصان حمار زي كده يعني. الصالون ده بحب أعمله جدا وزي الطاقية دي برضه. طقس كنسي، طقس كنسي أصيل من بداية ظهور المسيحية، مش من النهاردة يعني، من دخول من بداية ظهور المسيحية، لأنه هي دي بدايتها برضو. عشان تاخدي حضرتك فكرة، كان لما المسيح دخل إلى أورشليم فاستقبلوه بالخوص، كل الولاد كل الناس كل الشعب كل واحد ماسكين قلوب الخوص وماسكين أغصان الزيتون. يعني إحنا طلعنا لقينا المصريين بمسيحيينهم بمسلمينهم يوم حد الزعف الكل بيشتغل في الخوص، كله بيضفر بيضفر، يعني بيمسك قلب الخوص ويبتدي يضفر يعمل منه اشكال. يعني في الاول كان الناس بتعمل كده، تشتري قربان من الكنيسه او تاخد القربان من الكنيسه وتعمل لها الجراب من الخوص ده ويقعد في البيت سنه، تقعد بركه سنه والقربانه ما بتعطنش. تعمل حاجات كده اللي هو مثلا زي الترتور بس انا بحب اعمل اللي هو زي التاج ده والشكر